السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، وأسعد الله صباحكم بالخير، وأهلا وسهلا بكم معنا في قصة هذا اليوم. على الحقيقة قصة فيها عبرة وفيها عظة وفيها درس لكل معتبر. هذا رجل عسكري، بعدين القصة مي خيالية ولا تأليف ولا كذب، لا، قصة واقعية وخيالية نتعلم منها أن الله على كل شيء قدير، وأن أمر الله سبحانه وتعالى والشفاء كله بيده. هذا رجل عسكري أصابه فشل كلوي، وبعد ما أصاب الفشل الكلوي العمل يعني قاعده، لأنه خلاص مسكين تعبان وكذا ومريض وحالته حالة. فالمهم يعني يتواصل مع ناس ويسأل من هنا ومن هنا، قالوا له في باكستان واحد يعني عنده كذا يعني كفيل أو ما كفيل وهكذا، ووصلوا على جماعة، اتصل على واحد قال انه دكتور، والدكتور هذا تواصل مع الحي اللي هو موجود فيه، وبعد ما تواصل مع الحي قالوا عشان ما هو يدور له واحدة متبرعة معاه ب70,000. قالوا ب70,000؟ قال لهم حاضر، 70,000 ولا 100، اهم حاجة اني انا اتعالج. فهذولا في الحي انتم عارفين يعني مساكين الملاعين، ما نقول مساكين، الملاعين نقول هذيلا، راحوا ما هو سووا، اخذوا واحدة يتيمة، طفلة يتيمة على انها متبرعة، وجبروها ويتواصلوا مع الرجل هذا حتى نزل المطار. وبعد ما نزل المطار ووصل المستشفى على نفس العنوان، وبعد ما وصل المستشفى وصل عند الدكتور، الدكتور قال له طيب فين هذا متبرع يا صديق؟ قال له والله انا منتظر حتى يجي دحينة، افطر دحينة انا ان شاء الله ويجي هو. والله المهم اجت الطفلة الصغيرة تبكي عندما شافها هذا المريض صاحب الفشل الكلوي اللي يبغى العافية النفس الواحد يدفع حتى حياته، شافها اللي هي تبكي وقال لي مالك انت؟ قال انا يتيمه وحالتي يعني كذا وكذا وهذا اللي جبروني. فبكى، عمرها 12 سنه تقريبا، بكى الرجال، بكى بكى بكى، وب70 اعطاها على طول. مين اعطى اليتيمه هذه؟ قال يشفين الله. الدكتور يقول له وقف، قال مروح بلدي ومروح ديرتي، انا بدل ما انا ميجي اتعالج عادني اهب لي مصيبه ثانيه واحمل نفسي اثم على اثم؟ لا والله، الا هذه اليتيمه اولى واحق ب70، مجبورة على نفسها مسكينة، وكيش تضحي بعمرها، وكان لنا اللي طاوعته له، فدحين 70 لها، وأنا الله يغنيني ويشفيني، والله الذي يشفي. شوفوا يا جماعة الخير كيف قلت لكم الصدقة قبل أيام، وأنا أشرح لكم درس قلت لكم حمد دخلا بقرشين الجنة، عين لهذا ما هو أكرمه الله. كيف هذا روح على طول ديرته، وفي يعني في الطيارة طرش الرجال، مع هلا ما بقي مع هلا حق التذكره، شلها وعلى طول طلع على طول شنطته وشلها نفسه على طول للمطار. وصل المطار المهم وطلع الطياره واقلعت الطياره، وشويه كذا اخذ مسافه يمكن نص ساعه او ساعه، اللي هو يطرش شيء اسود. المهم يجي الدكتوره والممرضين والاسعاف عنده كذا وكذا كذا، ويسعفونه حتى وصل وراح حلل. قالوا له انت ما هو كان اللي عندك اول؟ قاعد عند الكلى. قال لهم لا، الكلى شغالة عندك يا أخي. ما صدق، يروح مستشفى ثاني، مستشفى ثالث، مستشفى رابع، بفضل الله. ثم بفضل ماذا؟ أنه رحم، هذه رحمة الله، برحمة الله وبفضل الله وبرحمة هذه الحرمة أو الطفلة الصغيرة اللي أنقذها وأعطاها 70، تبرع ب70، ضحى بحياته كل شيء وأعطى هذه اليتيمة، فأنقذ هذه اليتيمة، أنقذه الله. فالصدقة يا جماعة تدفع غضب الرب، وكذلك تدفع مصارع السوء، وتشفي بأمر الله سبحانه وتعالى. فأشفاها الله، والآن يتمتع بصحة وعافية ومعروف وموجود. ونسأل الله العفو والعافية. وإذا أعجبتكم القصة لا تنسونا من الاشتراك واللايك، محبكم أبو مطران. وهذه القصة ما قدر يرويها واحد إلا أبو مطران في هذا اليوم، على طول جديدة وطازجة. أسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويحفظكم إن شاء الله. وإلى اللقاء، باي باي، مع السلامة.